السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تكون دردشة، تكون كلام من القلب إلى القلب في إطار هاد الأحداث الأخيرة. أنصح نفسي وإياكم بالفرار إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله، فسنرجعوا الله سبحانه وتعالى، نحاول التقرب من الله سبحانه وتعالى، نكثر الاستغفار، نكثر الصلاة، نكثر الدعاء. الله سبحانه وتعالى هو الواحد القادر على رفع هذا الوباء وإخراجنا من هذه الأزمة، من هذه حالة الرعب وحالة الخوف اللي فيها هاد الناس كلهم. نسأل الله السلامة والعافية، خصنا نرجع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحل الأول، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه وصية لي لنفسي أولا ولكل من يستمع، نكثر من الاستغفار وندعي ونبكي على الله سبحانه وتعالى في السجود ديالنا، في الليل في وقت الأسحار، لعل الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء، يرفع هذا البلاء. فعندما تكثر هذا الفواحش، تكثر الفاحشة، تنتشر الفاحشة ويرفع الحياء، تكثر الأوبئة. الله يرحمنا برحمته الواسعة يا ربي. هذا هو الحل الأول اللي خاص الكل يلتجئ له. وثانيا هناك مسألة النظافة اللي تتكلم عليها الكل، النظافة. وما أدراك ما النظافة؟ فالدين دين الإسلامي هو دين نظافة أولا، ودين طهارة قبل أن تكون نظافة. فالمسلم في اليوم دياله على الأقل يتوضى 5 مرات للصلاة للفروض. وفي الوضوء رحنا كما نعلم الإنسان تيغسل كل معظم الأعضاء 3 مرات، فهذاك الواحد تيدير التخليل بالأصابع، اللحية، المضمضة، الاستنشاق، هذا الشيء كله على كاين أي حاجة عالقة في الوجه أو اليدين أو الرجلين أو السائدين، كل شيء تيتنظف. فاحنا الحمد لله الدين ديالنا دين نظافة ودين طهارة، هذا قبل ما يكون هاد الوباء ولا الأمراض كلها. الشيء الثالث وهو الاعتناء بنظام غذائي صحي، نظام غذائي صحي. يعني الإنسان يحاول ما أمكن في هذه الأوقات، وخاصة الأطفال وأصحاب الجهاز المناعة اللي تكون عندهم مشاكل في جهاز المناعة، جهاز المناعة عندهم ضعيف، كأصحاب الأمراض المزمنة والناس المسنين والأطفال، يبتعد الإنسان على السكريات، يحاول يبتعد على المواد المصنعة، هذا الشيء كل واحد يحاول يبتعد عليه لأنه تضعف جهاز المناعة. ونحاولوا نأكل أكل صحي، نعود للطبيعة، نأكل أكل صحي. الواحد احنا التوابل احنا تنستعملو كلها تتسخن الجسم، كلها مزيانة. الواحد يدير التوابل في الأكل ديالو مزيانة. بالنسبة للشاي، ولكن ما يكونش محلى، شاي الأخضر، شاي الزنجبيل، شاي اليانسون، الأنواع الشاي كلها مزيانة. الحبوب والخضروات كلها مزيانة، الأسماك مزيانة بزاف، والبقوليات والفواكه الجافة، ولا ننسى العسل وزيت الزيتون، راهم مذكورين حتى في القرآن، عندهم فوائد كثيرة بزاف، يعني تيرفعوا من جهاز المناعة، مزيانين. ونسأل الله السلامة والعافية. والواحد كذلك يكثر من الشربات، ياخذ الإنسان الشربات، حنا معروفين أن أنواع كثيرة ديال الشربات، حسوة شي تنديرو كله مزيان، راهم تيكون فيهم بحال دابا مثلا الحريرات، يكون فيها القزبر، المعدنوس، الكرافس، فيها العدس، فيها الحمص،
فيها الطماطم، فيها البصل، هادشي كله مزيان للصحة. الشوربة ديال الخضار، والإنسان يدير فيها الثوم والبصل باش تكون يعزز جهاز المناعة، يقويه مزيانة. الفواكه الجافة مثل التمر، التين، اللوز، الجوز، هادو كلهم تا هما مزيانين. المهم بصفة عامة الإنسان يعتني بالغذاء ديالو، يكون غذاء صحي، يبتعد على كل ما هو مصنع وكل ما هي ماما سكريات. هذا بالنسبة للغذاء. وكما ذكرت في الأول، يعني أول شيء الواحد يلتجئ الله سبحانه وتعالى، وما دي سيبنا إن شاء الله إلا ما كتب الله لنا. الواحد يلتجئ الله سبحانه وتعالى، يبكي على الله سبحانه وتعالى ويناديه بالأسماء الحسنى، يا شافي يا شافي يا حفيظ، يا رب تحفظنا وتحفظ الناس جميعا وترفع علينا البلاء وتجاوز عند الخطايا ديالنا، فهذا تقربنا من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بإذن الله يترفع هذا البلاء، يكون واحد الفرج، واحد الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه وصية لنفسي أولا، ولكم كذلك من القلب إلى القلب. وجزاكم الله خيرا على الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأترككم مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة من صنع الخالق، فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا تمل العين من رؤيتها. سبحان الله، هذا صنع الخالق. نخليكم مع هذه المناظر الطبيعية الخلابة.